وأيضا بحنانه وعطفه يرعى كل ما هو قائم بمحافظة الغربية. الأب الروحي لكل مؤتمرات النحالة في محافظة الغربية السيد اللواء محمد عبد الرحمن نجا رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية، فليتفضل سيادته لإلقاء كلمة. حضرات السادة الضيوف، وأيضا نظرا لبعض المشاغل اللي واجهت السيد اللواء محمد عبد الرحمن نجا، فإحنا فعلا نعتز به في جمعية النحالين بمحافظة الغربية. والآن حضرات السادة الضيوف، دائما نجتمع من رحيق أفكارنا الخلاقة، بنضع دائما شهد وعسل حلو المذاق في خدمة رفقائنا في هذه الحياة. ومع كلمة السيد المهندس حمدي عاصي رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السادة الضيوف، السادة جلساء المنصة، بنرحب بكم في مصر بلد الكنانة، وأهنئكم بيوم عاشوراء، ونتمنى لكم إقامة سعيدة في مصر، وربنا يوفقكم في هذا المنتدى. وأنا بدوري ممثلا عن وزارة الزراعة حاول كلمة بسيطة للنحالين العرب. إذا نظرنا للتاريخ نجد أن تربية نحل العسل من الصناعات التاريخية القديمة بمصر، وقد عني بها المصريون القدماء عناية كبيرة، وتدل الحفريات والنقوش أن قدماء المصريين كانوا على معرفة تامة بنحل العسل واستغلاله في إنتاج العسل والشمع، ويرجع الفضل إلى قدماء المصريين في انتشار النحل المصري في بعض دول البحر الأبيض المتوسط. تعد جمهورية مصر العربية من البلدان التي تلائم تربية نحل العسل بدرجة كبيرة، وذلك لاعتدال الجو وتنوع وتعدد محصولات الصيفية المتعاقبة. ومن مميزات تربية النحل أنها تعد تربية النحل لمصادر إنتاج الزراعة التي تدر أرباحا كبيرة في مدة وجيزة، كما تتميز تربية النحل كمشروع اقتصادي عن غيرها من المشروعات بالمميزات الآتية: قلة رأس المال المستخدم في المشروع وسرعة دورانه، اعتماد النحل على نفسه وفي متطلبات حياته في أغلب الأوقات، وذلك لاعتدال المناخ بمصر، سرعة وسهولة تعويض الفاقد من وحدات المشروع، تعدد المنتجات من عسل النحل وشمع ونحل حي وغذاء ملكات وخلافه. النحالة معفاة من الضرائب التجارية لأنها ضمن مشاريع الأمن الغذائي بالتعاونيات. العسل يتكون من الرحيق الذي جمعه النحل من الأزهار، وزاد في تركيزه بتبخير نسبة كبيرة من الماء الموجود فيه، هو المنتج الرئيسي لنحل العسل. وترتبط القيمة الغذائية للعسل بأهم خواصه العلاجية في احتوائه على سكريات محولة. ومن فوائد العسل تفيد في تغذية الأطفال والرياضيين ومرضى القلب، وقد ثبت أن العسل لا يمكن أن تعيش فيه أي ميكروبات مرضية لأكثر من بضع ساعات أو أيام قليلة، أنه لا يكون بيئة مناسبة لحياة الكائنات الدقيقة التي تلامسه. يفيد العسل في علاج بعض الإصابات الجلدية وله فاعلية عالية لعلاج بعض أمراض الحساسية بشرط أن يكون خاما. يعتبر العسل مصدر من مصادر الجمال لما له من تأثير رائع على جلد الإنسان، حيث يقي الجسم الإنسان من الميكروبات ويغذيه. من ضمن فوائد العسل، يفيد العسل في التعقيم وله قدرة في الحفظ لوجود بعض المضادات الحيوية به، وقد ثبت علميا تأثير عسل النحل وأهميته في علاج التوتر العصبي المسحوب بضيق التنفس وتزايد ضربات القلب، كذلك علاج أمراض جفاف الأنف والبلعوم والحنجرة.
يستعمل العسل في صناعة المشروبات الطبية في بعض دول العالم. حبوب اللقاح، تعتبر حبوب اللقاح في إحدى منتجات نحل العسل. تستعمل هذه الحبوب التي يجمعها النحل كغذاء مركز الإنسان، يباع في الصيدليات في كثير من الدول لما يحتويه من مواد غذائية هامة علاوة على استخدامها في تغذية النحل. سم النحل هو أحد منتجات نحل العسل، هو علاج خاص للحمى الروماتيزمية ويشفي التهاب الأعصاب، يفيد في علاج بعض الأمراض الجلدية، وهو أيضا ذو فعالية خاصة عند أصابة المفاصل بالروماتيزم، وقد استعملها في علاج بعض أمراض العيون. من أحد المنتجات للنحل شمع النحل. لشمع النحل أهمية كبرى في العصور السالفة، وإنتاج الشمع منتج ثانوي بالنسبة لإنتاج العسل، والمصدر الرئيسي للشمع الخام هو الخلايا ذات الأقراص الثابتة. ويدخل شمع النحل في صناعات عديدة، وأكثر استعمالا الشمع في صناعة مواد التجميل والأدوية وشموع الإضاءة، ويستعمل الشمع كذلك في عدة صناعات مثل صناعة المواد اللاصقة والطباعة وصناعة أوراق الكربون وفي صناعة النسيج. يعتبر إنتاج ضروب النحل أكثر إضرارا للربح من إنتاج العسل في مناطق كثيرة، ولكن هذا الإنتاج يتطلب خبرة خاصة من النحال في عملية التقسيم وتربية الملكات والتغذية. يكثر الطلب على شراء الطرود من النحال ذو السمعة الطيبة التي يبيع طرودا كثيرة من الشغالات حديثة الملكات ذات صفات ممتازة، وباع النحل على صورتين، إما في صناديق السفر للاستعمال داخل مصر أو في صناديق النحل. دور وزارة الزراعة في النهوض بتربية النحل. تولي وزارة الزراعة أهمية كبيرة لأنشطة مشروعات تربية النحل بهدف النهوض بتلك المشروعات وتطويرها، وذلك من خلال الآتي: تدعيم مراكز البحوث الزراعية المتخصصة من أجل مسايرة كل التطورات العلمية العصرية السريعة وتقديم المشورة الفنية لتطوير صناعة عسل النحل. الربط بين كافة الجهات المعنية بتلك المجال سواء إنتاجية، تسويقية، تصنيعية، تصديرية، بحثية. تقديم العديد من المنح والقروض. العمل على حل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجه المربيين. التعاون الزراعي وتربية النحل. يعد التعاون الزراعي من أكبر القطاعات التعاونية في مصر، حيث يضم أكثر من 5500 جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض أو نوعية، ومنتشرة في جميع قرى مصر، ومنها جمعيات متخصصة في تربية النحل. تعمل الجمعيات التعاونية الزراعية على تقديم العديد من الخدمات لأعضائها مثل توفير مستلزمات الإنتاج، التسويق التعاوني، تطوير المشروعات التعاونية والنهوض بالتصنيع الزراعي، زيادة وتطوير الإنتاج الزراعي بأساليب تكنولوجية، نشر وتطوير الميكنة الزراعية، التنمية الريفية والاجتماعية والبيئية. تقوم وزارة الزراعة بمتابعة أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات بهدف زيادة الإنتاج وخدمة الريف المصري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء الجامعات، ومنها مشروعات تربية نحل العسل. تم تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية بالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض، وبلغ إجمالي حجم استثماراتها 168 مليون جنيه والممولة ذاتيا من أموال الجمعيات، وهي صناديق مستلزمات الانتاج بنحو 51 مليون جنيه، مشروعات الميكنة نحو 37 مليون جنيه، المشروعات الخدمية 36 مليون جنيه، مشروعات الأمن الغذائي 43 مليون جنيه. أما بالنسبة لمشروعات تربية النحل، تولي وزارة الزراعة متابعة مشروعات تربية النحل اهتماما خاصة، والتي تقوم بها الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض والجمعيات النوعية المتخصصة والمنتشرة في قرى محافظات مصر، وذلك بهدف التوسع في زيادة تلك المشروعات والنهوض بها. تقدم وزارة الزراعة التسهيلات التالية: تقدم وزارة الزراعة التسهيلات من القروض والمنح الأجنبية الميسرة التي ترد للدولة للقطاع التعاوني الزراعي لإمكان مساهمته في المشروعات الإنتاجية، وتعمل على تخصيص وتسهيل حصول الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات في الحصول على المنح والقروض الميسرة من خلال المشروعات الممولة من السوق الأوروبية المشتركة المنفذة عن طريق وزارة الزراعة.
هناك برنامج إنماء قطاع الزراعة، يقوم البرنامج بمنح القروض إلى القطاعات، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الدواجن، قطاع البساتين، قطاع الري، قطاع الاستزراع السمكي. وتقدم وزارة الزراعة التسهيلات بمتابعة تلك القروض للأغراض المخصصة لها، وكذلك متابعة تسديد الأقساط المستحقة على تلك القروض في موعدها. بلغ إجمالي عدد الجمعيات التي حصلت على القروض من البرنامج 33 جمعية بقيمة إجمالية بلغت 19,735,000. استفاد منها 2,297 مستفيد خلال عام 2008-2009. هناك أيضا برنامج التعاون في القطاع المالي والاستثماري في الريف ويطلق عليه الفيسك. يقوم البرنامج بتمويل ثلاثة أنشطة رئيسية: معاملات ما بعد الحصاد، مدخلات الإنتاج الزراعي، تسويق المدخلات والمخرجات. وتقوم الإدارة المركزية بالتنسيق مع إدارة البرنامج بعمل تنشيط لآلية خط الائتمان بالمحافظات على مستوى الجمهورية بهدف تطوير أنشطة الجمعيات التعاونية من خلال الاستفادة من القروض المقدمة من البرنامج. بلغ عدد إجمالي الجمعيات التي حصلت على قروض من البرنامج 20 جمعية بقيمة إجمالية بلغت 24,760,000. استفاد منها 1,444 مستفيد خلال نفس العام. أما المشكلات التي تواجه تربية النحل: انتشار ضبور البلح في كثير من المناطق، اعتماد الجمعيات المنتجة على نحالة يتم التعامل معه بعقد بقيمة تتراوح ما بين ربع إلى ثلث إنتاج المنحل، عدم وجود نحالة متدربين بالجمعيات، افتقار الأماكن المقام عليها المناحل بالزراعات المغذية للنحل مثل الموالح والقطن، استخدام المبيدات في رش الخضر والفاكهة، عدم جدية أعضاء مجالس الإدارة في مباشرة المنحل وتغذيته. أهم المقترحات للنهوض بمشروع تربية النحل طبقا للجمعيات التعاونية: تشجيع وتوجيه الجمعيات النوعية المتخصصة في تربية النحل في تأسيس جمعية عامة لمربي النحل تضم هذه الجمعيات، وتقوم هذه الجمعية بتقديم كافة الخدمات المتكاملة لأعضائها ومساعدتهم في إدارة هذه المناحل بأقصى كفاءة حتى تحقق لهم أعلى ربحية وتقوم بعملية التصدير. يجب تشجيع التصدير عن طريق إنشاء مراكز مجمعة لتسويق العسل، وأن تكون العبوات ذات صفة معتمدة وذات علامة جودة مميزة، وذلك بعد الفحص حيث تكون لكل درجة جودة سعر خاص. يجب أيضا الاستعانة بخبراء في التسويق والتصدير والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى بعض المتخصصين لتحقيق أعلى فائد ممكن من التسويق والتصدير. يجب تطوير التعبئة والتغليف وتطبيق الطرق الحديثة حتى يتحقق أعلى سعر للمنتجين. تقديم بعض القروض الصغيرة لمساعدة الناحلين من أصحاب المشاريع الصغيرة حتى تتمكن من الاستمرار في العمل وتحقيق مستويات مناسبة من الإنتاج وإنشاء مناحل جديدة. يجب التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة للعمل على مقاومة الآفات والأمراض وخصوصا دبور البلح وأمراض تعفن الحضانة، بحيث تكون طرق معالجة هذه الأمراض آمنة للمستهلك. يجب تنظيم عملية العلاج الدوري في المواعيد المحددة لذلك صيفا وشتاء. التأكيد على اتباع الدورة الزراعية حتى يمكن زراعة مساحات من القطن والبرسيم لضمان الإنتاج المستمر على مدار العام. العمل على نشر ثقافة زراعة نباتات خبز النحل لأنه يزر في شهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس، مما يعمل على تحضير الطوائف بصورة جديدة للدخول إلى محصول قطفة زهر البرسيم. توعية القائمين على المناحل بعدم إنشاء مناحل متجاورة لبعضها البعض بحيث تكون المسافة بين المنحل والآخر 3 كيلومتر حتى يستفيد النحل من كمية الرحيق بصورة جيدة حتى يكون هناك وفرة في الإنتاج. تشجيع وجود مناحل متخصصة لإنتاج العسل وأخرى لتربية وإنتاج الملكات وأخرى لإنتاج الغذاء الملكي، ومناحل متخصصة لإنتاج حبوب اللقاح، الأمر الذي يرفع كفاءة كل منتج على حدة ويرفع قيمته التصديرية. العمل على تحسين سلالات النحل الموجودة بالمناحل على أن تكون سلالات نقية ووفيرة الإنتاج وليست هجين كما هو منتشر الآن. تخصيص حصة من السكر لكل منحل بناء على حصد دقيق لتغذية النحل في مواسم الشتاء. يجب نقل المناحل إلى مناطق الرحيق المختلفة طوال العام.